طبعا كل التحية لروح بطل الحرب والسلام اللي بسبب قراراته والقرارات المصيرية احنا دلوقتي رافعين راسنا، واحنا كمان بنحتفل بهذه الذكرى لازم نتكلم عن بطل من ابطال ملحمة اكتوبر وهو المشير احمد اسماعيل. تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض في مارس من عام 69، واختاروا رئيس السادات ليرأس جهاز المخابرات العامة في 71، بعدها تم تعيينه وزير للحربية في 72، وأشرف على التخطيط لحرب أكتوبر وأدار الحرب بكامل مراحلها من 6 أكتوبر ولحد وقف إطلاق النار في 28 أكتوبر من عام 73. المشير أحمد إسماعيل علي. ولد المشير أحمد إسماعيل في 14 من أكتوبر عام 1917، وتخرج في الكلية الحربية ضابطاً بسلاح المشاة في 1 يوليو عام 1938. قاد سرية مشاة في حرب فلسطين عام 1948، وقاد اللواء الثالث المشاة في القنطرة شرق أثناء حرب 1956. تولى مهمة استلام بورسعيد بعد الانسحاب البريطاني منها في ديسمبر عام 1956. تولى قيادة فرقة مشاة أثناء خدمته بشبه جزيرة سيناء، وحصل على إجازة زمالة أكاديمية فرنز العسكرية السوفيتية عام 1958. عين قائداً لقوات الجبهة الشرقية عقب حرب يونيو عام 1967، وتم تكليفه باستعادة الكفاءة القتالية للقوات المصرية وبناء الدفاعات غرب القناة، وعين رئيساً لهيئة العمليات عام 1969. تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة عقب استشهاد الفريق عبد المنعم رياض في مارس عام 1969، واختاره الرئيس السادات ليرأس جهاز المخابرات العامة في 15 من مايو عام 1971، وعين وزيراً للحربية في 26 من أكتوبر عام 1972. أشرف على التخطيط لحرب أكتوبر وحقق التعاون الكامل مع القوات السورية لشن الحرب على جبهتين في وقت واحد. أدار الحرب بكامل مراحلها في 6 من أكتوبر وحتى وقف إطلاق النار في 28 من أكتوبر عام 1973. حصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره الفذ في قيادة جيش مصر نحو تحقيق المعجزة. إن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، ثقتنا في قيادتها التي خططت. وعاهد الله والوطن أن نبذل ونضحي إلى غاية المدى حتى نحقق الهدف. ورحل المشير البطل أحمد إسماعيل علي في 25 من ديسمبر عام 1974، فقلده التاريخ العسكري كرمز من رموز مصر العظام وأحد أهم القادة العسكريين في القرن العشرين. تعيش